أتكلم معاكم كلمتين، وأنا بوجه الكلام ده لكل المصريين دلوقتي. إحنا كان في تفويض طلبت منكم 24/7، وقلت لكم إن إحنا محتاج تفويض من الشعب المصري عشان مواجهة الإرهاب والعنف المحتمل. وكان وقتها الأمر كان كتير مننا متصور إن هو ممكن هيبقى بسيط. وشفتم خلال السنتين اللي فاتوا وحتى الآن وإحنا موجودين، وشفتوا حجم الشهداء الذين سقطوا، مش بس اللي هم أسرهم موجودة قدام جنبي مني دلوقتي، لا ده كتير قوي. وبقول للمصريين الدفع لأجل الأمن والسلام والاستقرار كتير. وخلي بالكم، خلي بالكم من بلدكم، ولأجل خاطر الدم ده والشهداء دول خلي بالكم من بلدكم، خلي بالكم من بلدكم.